وللحديث أكثر عن الورشة ونتائجها بصرنا أنه ينضم لنا عبر الهاتف من اللاذقية الدكتور يوسف فواز شاهين، رئيس فرق اتحاد الطلبة بجامعة تشرين. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير دكتور. دكتور عم تسمعنا؟ أيوة دكتور. صباح الخير. عم تسمعنا دكتور؟ هلا يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك، انت على الهواء. صباح الخير دكتور، عم تسمعنا؟ صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك دكتور. بالبدايه خلينا نتعرف من حضرتك عن اهميه وضروره الورشه اللي حملت عنوان التعليم المفتوح بسوريا بين الواقع والمأمول، ممكن بس تعرفنا اكثر عن هيدي الورشه؟ حقيقة أن ورشة التعليم المفتوح التي أقيمت في المكتب المركزي في جامعة تشرين في اللاذقية كان عنوانها التعليم المفتوح في سوريا بين الواقع والمأمول. كان الهدف منها النظر في الرؤية والرسالة من التعليم المفتوح وعدم السماح بافتتاح أي برامج تطبيقية في المستقبل لحين تقييم البرامج الموجودة. نعم دكتور، من الجهات التعليمية طبعا المشاركون في الورشة دعوا إلى التنسيق بين الجامعات الحكومية فيما يتعلق بتطبيق أنظمة التعليم المفتوح وتطوير خططها ومناهجها، وأن ربط الجامعة مع الوزارة من خلال إحداث مديرية خاصة بالتعليم المفتوح لها، هكذا كانت المقترحات. نعم دكتور، من الجهات التعليمية اللي كانت مشاركة معكم؟ الورشة التي حضرها عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التعليم العالي الدكتور محسن بلال ووزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف على دراسة إحصائية حول واقع التعليم المفتوح وواقع برامجه والرؤية الجديدة له. نعم دكتور، كنت عم بسأل حضرتك انه مين في جهات تعليمية شاركت معكم وكم جامعة انضمت لكم؟ طبعا ضمت ورشة التعليم المفتوح في جامعة تشرين جميع الجامعات الحكومية على مستوى سوريا، كان هناك حضور مميز لجميع رؤساء الجامعات سواء جامعة دمشق أو جامعة البعث وجامعة حلب وجميع رؤساء الجامعات البقية، طبعا رئيس لجنة التعليم المفتوح رئيس جامعة التشرين الدكتور هاني شعبان وممثل عن اتحاد الطلبة الأستاذ محمد عجيل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا. نعم دكتور تفضل. أشار رئيس اللجنة الفنية المفتوح في سوريا رئيس جامعة تشرين الدكتور هاني شعبان إلى أن التعليم المفتوح هو من أهم الأساليب التي تساعد الإنسان على النهوض وتحقيق أهداف التقدم ومواكبة العصر وحل بعض المشكلات وتلافي جوانب القصور الناتجة عن تلبية متطلبات واحتياجات الحياة المعاصرة من التعلم والتدريب والتثقيف في ضوء الأنماط الحديثة من التعليم. نعم دكتور، نحن بدنا نتشكر. ولفت إلى أن نظام التعليم المفتوح أحدث في سوريا بموجب المرسوم. تفضل. عفوا تفضلي. تفضل. تفضل تابع دكتور. التعليم المفتوح أحدث في سوريا بموجب المرسوم التشريعي رقم 283 لعام 2001 وأصبح ركنا من أركان منظومة التعليم العالي، حيث بلغ عدد البرامج المفتتحة فيه 42 برنامجا موزعين على الجامعات السورية كافة، وحقق مدودا ماديا بلغ ما يقارب 2.8 مليار ليرة سورية، كما بلغ عدد الطلاب المسجلين فيه مع نهاية العام الدراسي 2015-2016 275 ألف طالب وطالبة، وعدد الخريجين تجاوز 60 ألف طالب وطالبة،
لافتا الى ان ضروره ان تخرج الورشه ان تخرج الورشه بتوصيات ومقترحات تسهم في الارتقاء بنوعيه التعليم الجامعي المفتوح. نعم دكتور، نشكرك كثير وان شاء الله دائما منظومه التعليم المفتوح تحقق انتشار وايضا تكون منبر للكثير من الخريجين الشباب. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم وكل التوفيق لكم. شكرا لك دكتور، اكيد شكرا لك.